حياكم الله وبياكم مشاهدين الكرام، نتوكل على الله تعالى ونبدأ وإياكم بفقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. كما نوهنا اليوم هو اليوم العالمي للإدخار، لذلك إن شاء الله راح تكون لنا وقفة عن هذا اليوم العالمي من خلال فقرة ذاكرة الأيام ومن خلال فقرة حديثنا، وكذلك عندنا استطلاع للرأي عن هذا الموضوع لأهميته. إذن يحتفل باليوم العالمي للإدخار في 31 من شهر أكتوبر من كل عام. الهدف من تحديد هذا اليوم هو الترويج للإدخار في كل العالم ونشر الوعي لدى المجتمع بأهمية الإدخار. وأعلن عن هذا اليوم على يد الإيطالي فيليبو رافيزا في المؤتمر الأول الذي عقده تجمع بنوك الإدخار في العالم، حيث سعت البنوك المجتمع للترويج لأثر الإدخار الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع، وذلك بالاشتراك مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني. إذن حقيقة الإدخار شيء ضروري جدا، يعني جميل أن يكون واحد عنده ثقافة بهذا الموضوع، خاصة اليوم إذا إحنا هاي الثقافة عززناها في أولادنا أكيد هم من راح يكبرون راح يعرفون أهمية الإدخار. ممكن أنه يعني نعطيهم فتح حصالات جميلة نخلي لهم أنه يدخرون بيها، وأكو أشكال هواية للحصالات صحيح. ممكن أنه يستفاد منها حتى نسوي واهس مثل ما نقول لأبنائنا أنه يدخر، يعني ممكن أنه أنا أنطي يوميته للمدرسة ويقسم هذه اليومية يعني بالنص، مثلا أنه يصرف نص ويدخر نص، هو من ذاته راح يشوف أنه هواية راح يجمع وراح يصير هذا الشيء حافز إلى أنه يجمع أكثر. ممكن أنه أنا بمناسبات بأعياد أقول للطفل أنه ضمهن ذني لا تصرفهن، لأنه تصير مثلا العيدية مبلغ صحيح كبير، يعني مثلا يحصل فلوس قصدك؟ نعم، أو مثلا أنه يكرم أحد الأقارب أو كذا. صح أنه إحنا ما لازم نعلم أبنائنا أنه يأخذون مبالغ كبيرة من الغرباء، لكن أو من حتى لو من الأقارب، لكن مرات أنه بعد هذه استحقاق أو هذه هديته لإنجاز معين، لنجاح، لتفوق في شيء معين، فيعني تصل إلى شكل هدية مبلغ مالي. ممكن أنا أقول للطفل أو أعلمه أنه حطها بالحصالة مالتك حتى يعني بعدين تشتري بيها في اللعبة، البنك الصغير. نعم، لأنه الطفل ما يعرف يتصرف، يشتري كاكاو والألعاب الجباسة وغيرها، وأكيد ممكن تكون ضارة على صحته في فترة واحدة أنه يأكلهن كلهن، يمكن حد يومه أو يومين هو مكملهن. صحيح. فتشوفين الأطفال يمكن ما يعرفون يتصرفون بهذا الجانب، يحتاجون استشارة ومساعدة الأهل. حتى يعني اليوم حتى ربة البيت عليها أن تخلي فد مبلغ، هذا المبلغ ما تتصرف به، تدخره، احنا مثل ما نقول للايام الصعبه. صحيح. يعني تمر على الاسره مثلا ايام يحتاجون بها المبالغ، سواء لا سمح الله اذا كان دكتور او سفر مفاجئ، او مثلا حتى على يعني الدراسه يعني تحتاج ربه البيت مثلا اولادها البناتها فد مبلغ معين. جميل اذا كان هذا المبلغ خلته مثل ما نقول على صفحه. نعم احسنتي. نعم. ذكرتيني اسراء بقصه المراه التي يعني كانت تريد الادخار، كان هدف انه تريد يعني تفر العالم مثل ما نقول، او تسافر الى عده دول في العالم، كانت امنيتها. فشنو سوت؟ اخذت كل يوم مبلغ كلش قليل، يعني ما ياثر على ميزانيتها ولا على المصروف، فد مبلغ زهيد تحطه بعلبه القهوه، وهذه علبة القهوة حققت لها أهدافها، علبة القهوة الفارغة. بعد يمكن 3 سنين أو أكثر فتحت هذه العلبة وإذا بها تجد فد مبلغ يكفيها إلى أنه تسافر إلى مختلف البلدان وحققت هدفها. فهذه يمكن من الأماني اللي ممكن أنه تساعدنا إسراء، أنه أكيد. إحنا يمكن مبلغ صغير مو بالعين شوفه، لكن إذا يتجمع أهل قبل يقولون قرش على قرش يسوي بيت. صحيح. فيعني دائما الادخار حلو. هسه انت جبتيها مثال على علبه القهوه. اليوم اشكال جميله جدا للحصالات، خاصه اذا احنا هاي الحصالات اقتنيناها لاولادنا من خلال اشكالها الجميله، هم راح يحبون هذا الموضوع ويتدخرون. نعم. يعني اتمنى من زميلنا المخرج يعرض لنا بعض صور الحصالات حتى تكون يعني
للمشاهد الكريم على عينه وعلى اطلاع بهاي الحصالات حتى احنا نستطيع اقتنائها ونشتري لها لاولادنا، سواء كانت حصالات معدنيه او حصالات الكترونيه تعطينا المبلغ. هذه بها رمز سري. نعم. او حصالات تكون من الفخار. يعني مرات نشوف اكو يحبون يجمعون اموالهم من الفخار حتى من يكسروا فد طريقه حلوه. وهاي الاشياء الجميله يعني على شكل بيت، على شكل الوان تجذب الطفل تخليه يدخر هذه المبالغ. يمكن اسراء احنا ما عندنا هذه القروش اللي المعدنيه او الحديديه، القطع المعدنيه، لكن ممكن انه نستخدم الورقيه. صحيح. ممكن نستطيع إنه مثلا نعم نطويها بطريقه معينه ونخليها بالحصاله. نعم، اللي بها ارقام هي بها مخصصه للورقيه، انه هي تسحب الورقه. نعم. وبعد ما تفتح لك اياها الا برمز السر اللي انت حافظته. نعم. نشوف انه فد اشكال جميله جدا، حتى انه اللي ما عنده فد مبلغ معين يكون يشتري حصاله او انه ما يوصل الى الاماكن اللي يبيعون بها الحصالات، ممكن انه اي كرتونه بالبيت مثل اللي شفناها مخيطيها على الاطراف وثاق بها بالوسط ويخلون بها المبلغ النقدي الخاص بهم. ممكن انه علب المطبخ مثلا، علبه من العسل او المربى او غيرها، نستطيع نغلفها. نعم، تفرق حتى لو نغلفها. يعني هو احنا منو راح يشوفها؟ لا يعني اذا مثلا نغلفها على مود تجذب الطفل. صحيح، هذه بالنسبه للاطفال. بيها. صحيح صحيح. ونشوف اذا مشاهدي الكرام، يعني احنا نشوف كل مجتمع الى عادات والتقاليد، حتى بموضوع الادخار نشوف اكو دول تحب تدخر، هاي الثقافه معززه عندها. نشوف دول لا ما تحب تدخر، لكن احنا هذا الموضوع يجب ان نفعله اليوم في مجتمعنا، نعززه في نفوس اطفالنا لما له من اهميه اقتصاديه كبيره. يعني احنا دائما نبدي من النواه الصغيره في المجتمع اللي هي الاسره. الاسره اذا تعلمت على هذا الموضوع راح تنتشر هذا الموضوع في المجتمع، وراح نعزز هذه الظاهره. نعم. لها أهمية كبيرة. على سبيل المثال أنا يعني قلت كل مجتمع وإلى عاداته وتقاليده، راح نذهب بإيران باستطلاع الرأي ونشوف كيف يدخرون وشنو أهمية الادخار لهم وشنو طريقتهم بالادخار.